بص يا غالي، 10 فدان حجازي عليهم زيتون وعليهم شجر كافور وحاجة تبارك الله، حاجة مية مية. غاطس بص 75 وشاطقة شمسية 75، زريبة عليهم وفي جو سمدت عليهم وجنب القرية يا أبويا، والبير أعماق يا راجل، صلي على النبي. بس اسمع 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 العرض معايا، شايف الحلاوة عاملة ازاي؟ ايه الجمال ده كله يا عمي؟ تعال تعال تعال، والله ده انا هلففك لفيف. بس قبل ده كله عاد في خدمة صغيرة اطلبها منكم بعد اذنكم، عشان انا طلبتها مرة وما اتقضتش. ايه هي؟ معاي صفحة على التيك توك، تمام؟ هسيب لك رابطها في اول تعليق، هسيب لك الرابط بتاعها في اول تعليق، بطلع عليها لايفات وبنزل عليها عروضة خفيفة، وهي خفيفة خفيفة، تمام؟ يلا نكمل العرض. شايف شايف الحلاوة، شايف الجمال، شايف حاجة بتحكي لنفسيها يا اخي، والله ما مستني انا اوصفها. طيب هي بص، دول كم فدان يا معصام؟ دول كم فدان؟ دول 10. الزيتون اللي محوط الارض ده كله تبعها صح؟ تبعها، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طيب تعال. الارض ديت على بير اعماق. أيوة. 750 متر. ايوه. البير مساحته كاملة على 120 فدان. ايوه تمام. مية البير هتشوفها دلوقتي. ايوه هحط لك الفيديو بتاع مية البير. ايوه تمام. طاقة 75 كيلو. ايوه. غاطس 75 حصان. شايف التوربينة 75. شايف الحلاوة بتاعت، شايف الجمال في الذهب الاخضر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. الارض كلها باينة هي، ومعها على فكرة والطاقة 75، غاطسها 75 ومعها مولد احتياطي. الارض فيها زريبة مبنية على 200 متر. ايوه تمام. والبير جنب الارض، والزريبه جنب الارض، وكل تبارك الله، والارض قريبه من القريه. طب احنا نعرف نمشي بس الدسين القريه هاي، اهل القريه ها، شايف اهل حلويات. الارض دي مقننه، لها ملف تقنين وجاهزه للتقنين وجاهزه للدفع. لا بلا شوف، ليها بطاقه زراعيه بتصرف كيماوي يا راجل قول. بس بسم الله ما شاء الله، شايف شايف. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. شايف الارض، بسم الله ما شاء الله، الارض كلها محوطها الزيتون، زيتون طارح. طبعا ده حوالين الارض، مش الارض مش مزرعه زيتون يعني. ايوه حوالين الارض. شايف تبارك الله تبارك الله، زيتون مبشر اهوت حوالين. أيوة. الارض كلها صاحب الارض مهتم بيها. الطاقه هذه الارض عليها طاقه شمسيه 75 كيلو، بير 750 متر. البير بالكامل على 120 فدان. طبعا اللي فاهم في الموضوع ده عارف ان المساحه دي قليله جدا، البير بيغذي 200. وادي القريه، بزوم عليها. وادي القريه هي يا عم، خلاص يلا تعال ما نطلع كده عند البير. يلا معاها مولد احتياطي، الطاقه معاها مولد احتياطي، معاها مولد احتياطي. طبعا احنا اخر النهار اهوت، الطاقه شغاله، هنروح نبص عليها دلوقتي. تعال كده هتشوف ميه الطاقه. ايوه بسم الله يا رب ان شاء الله. الارض موزعة خطوط توزيع 8 بوصة، كل فدان عليه المحبس بتاعه زي كده تمام. ادي البير بتاعها، البير عليه سمادتين، كل سمادة العشر فدان دول ليهم سمادة لوحديهم. ايوه تمام. الزريبة دي تبع العشر فدان لوحديهم، ده تبع العشر فدان لوحديهم تمام. زريبة مبنية على 200 متر، حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. زريبة مبنية على 200 متر مرخصة طبعا، وليها فيها مخزن وأوضة للعمال كده تمام. البير بتاع الأرض معمول في العشر فدادين أصلا عادي، والبير نفسه بتاع الأرض كلها معمول في العشر فدادين نفسيهم، يعني البير الأرض ديت في قلب العشر فدادين، البير في نفس العشر فدادين تمام. هذه السمادات، ما تيجي كده مع عصام، سيبنا اتكلم لوحده مع عصام. هذه سمادتين، سماده منهم للعشر فدادين لوحديهم، والسماده الثانيه لباقي البير. المولد ده احتياطي. ايوه تمام، تقريبا ما بيحتاجوهوش اصلا، لان بسم الله ما شاء الله ميه البير ربنا يبارك. بير لسه جديد يا فزاح، بير لسه زيرو، لسه البير لسه 3-4 شهور، لسه ما كملش 3-4 شهور. 750 متر. 750 متر. لا لا مش مستاهلة، ما الطاقة باينة هي كلها هي بسم الله. 75 كيلو، 75. نصها ثابت ونصها متحرك.
طيب الارض متقسمه سكك بسم الله ما شاء الله، كل متحوطه بالسكك كلها من بره ومن جوه. امشي من فوق. بسم الله ما شاء الله من خيره الله، ربنا يبارك. الشجر في الارض يحكي وضعها. يلا 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 عشان نقول ايه. السعر كم عمصا يا اخي؟ لازم يعني ادينا تفاصيل سريعا كده الاول. الارض ديت كم فدان؟ 10 فدان مزروعين برسيم حجازي، ملفوف حواليهم زيتون طارح، شجر التوت بالصلاه على النبي. ايه الحلويات ديت والله، وعليهم زريبه 200 متر، الطاقه 75، غطسها 75، معها مولد احتياطي وحاجه تبارك الله. وجنب القريه دهيت، هنا هي القريه هي قدامك باينه، والدنيا زي الفل، وكلهم مزروعين برسيم حجازي. والحلويات اللي انت شفتها دي كلها، والفدان بكام؟ مكانهم فين؟ مكانهم اللي هو صبيح الفرافره، محافظه الوادي الجديد. تمام، علشان بس لسه الارض فين. وفي حاجه ثانيه احب اذكر بيها، بس معايا صفحه على التيك توك، هسيبها في اول تعليق، يا ريت تروح، خليك قاعد زي ما انت برضو معايا على الصفحه بتاعت، بس روح يعني وريني اشتراكك وخلاص، اي حاجه كده. الحلويات اللي انت شفتها دي كلها كده، بالعرض اللي انا شفته لك دي، بالميزات دي كلها، بالجمال ده كله، المطلوب 250,000 في الفدان. في الفدان مش في الكله. شايف شجرة التوت دي صارحة، سبحانك يا رب. ماشي يا عم عصام، ما فيش عرض خفيف كده عايزين فدانين؟ فيه، هينزل بعد ده على طول عرض فدانين يا ابو. طب تعال نلحق نصورهم يلا. يلا بص اسمع، بعد انا قلت لك السعر كمل معايا، بس انا عمال اذكر فيك عشان تروح، اصلا انا معاي 153 اخو على الفيسبوك، مفيش يا اخي يعني اقول لي، بس مفيش 50 كده يفطولي على صفحه تيك توك ده، انا هسيبها لك معلقه في اول رابط كده، تمام؟ الرابط بتاعها يعني تحفظ على الرابط تبقى عندي، تشوفنا انا وبطلع بلايفات، تشوفنا انا وبنزل عروضة خفيف خفيف، لان هي خفيفة برضو غير الفيسبوك. وخليك يا سيدي قاعد في الفيسبوك، ما حدش قال لك اتحرك من مكانك، بس مش عيب لما تتابعني هنا وهنا تديها مرة، هتلاقيني منزل عروض عليها برضو، دقيقة بتاع مش عارف ايه، معلومة، حاجات حلوة يعني كده. تكلمني لايف يا اخي، انت مش عاوز تكلمني؟ سعر الفدان في الارض دي 250,000. استنى العرض اللي وراهم فدانين، عشان انا عارف ان في اخواتي عاوز فدانين وبتاع، وانا تحت امر الجميع.